السلام عليكم ورحمة الله البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، اش كتحفظو؟ نتمنىكم تكونو كاملين على خير يا رب وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا مباشر مبروك البنات، الله يدخل لنا ان شاء الله رمضان بالصحة والراحة يا ربي، والرزق والتيسير وكل ما تمنيتو ان شاء الله. المهم البنات، هذا النهار جيت نشارك معكم واحد الوصفة ديال واحد العصير زوين وساهل واقتصادي في نفس الوقت، يعني مع ان شاء الله رمضان راه جاي. يعني العصير ما كيخطاش المائده ديال الافطار ديالنا، دونك بغيت نتقاسم معكم هذا العصير. هذا هو سهل البنات كما قلت لكم، اقتصادي وزوين وفي نفس الوقت في الصيف كيكون فريش، يعني منعش جدا. ونتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا لي الخبر. المهم انا دابا ندوز للمقادير ان شاء الله البنات، نوريكم كيفاش يوجد هذا العصير. المهم انا عندي هنايا ديجا وجدت داكشي كامل، بلا باش بلا ما نطول عليكم. عندي هنايا واحد البرتقاله تشينا، وعندي هنايا واحد الحامضه والتفاحه. انا كامل هادشي نقيتهم، غسلتهم مزيان ونقيتهم كما كتشوفوا. وعندي هنايا القشره ديالهم، انا حيدت لهم داك القشره غير فوق الفوق بحال باغ اكزومبل. مثلا غنوريكم، عندي هي ديال التشينا، هذه التشينا هذه كنحيد ليها غير القشره الفوقانيه الرقيقه، يعني بلا ما ناخذ لهذاك البيض اللي تحت، حيت سينو العصير ديالنا غادي يجي مر. المهم كناخذوا غير القشره، هذه القشره الليمونيه والحامض كذلك، ناخذ لهم غير القشره. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني بعد ما تغسلوهم مزيان وتنقيوهم. المهم هي القشره، وعندنا هنا السكر على حسب الذوق، السكر على حسب كل واحد. المهم ان شاء الله غادي ننقي هاد بعد ما حيدت لهم القشره كما قلت لكم. الا كان شي عضو ما حيدوهم باش ما يمرر لكمش العصير. دوك العضوم البنات خصنا نحيدوهم باش ما يمرو ليناش العصير ديالنا. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، نقيه مزيان ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. المهم البنات راني رجعت لكم بعد ما نقيت لي فخوي ديالي، المهم ديك التفاحه وديك الحامضه وديك التشينه، ها هما دابا غنديرهم هنايا في الميكسر ديالي في الخلاط الكهربائي. اليوم هذيك القشرة وغندير عليهم بطبيعة الحال الماء، انا اختاريت الماء ديال القرعة، الماء اللي يكون بارد جبتو من الثلاجة. ندير القياس غير اللي يطحن ليا و
ومبعد نعاود نزيد فيه. المهم انايا عندي اي ترونس ديال الماء. الشوائب مع ما انه كما كتشوفوا معايا البنات كيبقاو هاد الشوائب هادو. السكر كما قلت لكم حسب الرغبه، واحد انا درت 4، من بعد ان شاء الله غندوق وغنشوف وعاود نخلط ونرجع معكم ان شاء الله. فوالا البنات، العصير ديالنا كيجي لها بحال هاد الطريقة هادي، منعش وزوين واقتصادي، نتمنى انكم تجربوه. وكيجي لها بالطريقة هادي. المهم البنات نتمنى انكم تجربوه، وإلا عجبكم ما تنسونيش باللايك وبلي كومونتير، وان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد اخر ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم بزاف، كنتمنى لكم مسيره موفقه باذن الله. دابا غنوريكم كيجي لهذا الشكل زوين، من الاحسن تشرب هو بارد بالصحه والراحه. وألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.